السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، ميعادنا اليوم مع الفيديو الثالث بعنوان المليارات الوحدة الأولى. يبقى تعالى نفتكر مع بعض كده أخدنا إيه. أخدنا مئات الألوف وأخدنا عائلة الملايين. النهاردة بناخد عائلة المليارات. عائلة المليارات فيها كم فرد؟ 3. برضو أحاد المليار، عشرات المليارات، ها مئات المليارات. تمام، نفس أفكار الأسئلة يا مس، نفس الأفكار، ترتيب، تسلسل، أكبر من، أصغر من، إيجاد أكبر عدد وأصغر عدد، إيجاد القيمة المكانية، وإيجاد قيمة الرقم. طيب عرفنا يا مس إن 100,000 هو أصغر عدد مكون من 6 أرقام، وأخدنا معلومة جديدة إن المليون هو أصغر عدد مكون من 7 أرقام. طب المليار بتاع النهاردة إيه المعلومة اللي أنا هستفاد بيها النهاردة؟ قالك المليار ده بيجي منين؟ بيجي من أكبر عدد مكون ممتازين من 7 أرقام، اللي هم 999,999,999. هنضيف ليها 1. تمام، هيجي لي 1 وقدامه 9 أصفار، اسمه مليار، اسمه مليار. المليار ده هو أصغر عدد مكون من 10 أرقام. يبقى احنا اخدنا اصغر عدد مكون من 6، واصغر عدد مكون من 7، واصغر عدد مكون من 10 ارقام. 6 ارقام 100,000، 7 ارقام المليون، 10 ارقام المليار. يبقى المليار هو اصغر عدد مكون من 10 ارقام. يبقى لما يجي يقول لي اكمل ما ياتي، اصغر عدد مكون من 10 ارقام هو، اقول له هو مين؟ المليار، اللي هو 1 وقدامه 9 اصفار. طب لما يجي يطلب مني اكبر عدد مكون من 10 ارقام، اكبر، يبقى انا وانا مغمض عينيا هحط 9. طيب كم 9؟ 10 تسعات، هكتب 10 تسعات. تمام، يبقى 9,999,999,999. تمام، وهنجيب اصغر عدد واكبر عدد، وهنجيب اصغر عدد واكبر عدد مكون من 10 ارقام بس مختلفه. تمام، تعال نشوف كده اصغر عدد مكون من 10 ارقام مختلفه. مين شاطر يقراه لي؟ بنقسمه 3 خانات، اول عيله اللي هي عيله الاساس، وبعدين عيله الالوف، عائله الالوف، عائله الملايين. هيتفضلي 1 في عائله المليارات. نقراه ازاي؟ 1 مليار و23 مليونا و456 الفا و789. طيب اكبر عدد مكون من 10 أرقام مختلفة، هو بدأ من عند 9، 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1، دول 9 أرقام، هو عاوزهم 10، يبقى لسه ناقص إيه؟ الصفر. ممتازين، لسه ناقص الصفر. تعالوا نقرأه مع بعض كده، ها؟ 9,876,543,010. ممتازين يا ولاد. اكتب القيمة المكانية، اكتب القيمة المكانية للعدد الذي تحته خط. القيمة المكانية انا خلاص يا مس فهمتها جدا، هو بكتب مكان الخانة، اسم الخانة. تمام، يا ترى هي احد عشرات مئات، احد الوف عشرات الوف، مئات الوف، احد ملايين عشرات ملايين، مئات ملايين، احد مليارات عشرات المليارات، مئات المليارات. تمام، يبقى الثلاثة دي لأنها أحد المليارات، الثلاثة في السؤال الثاني مئات الملايين، الصفر عشرات المليارات، الصفر في السؤال الرابع مئات الألوف. تمام يا ولاد، دي القيمة المكانية. طيب سؤال جديد، السؤال الثالث، اكتب قيمة الرقم، اكتب قيمة الرقم. بيقول لي عند الأرقام دي يا ولاد، تمام، وعطيلي الستة. قلنا اكتب قيمة الرقم يعني بنزل الرقم قدامه عدد الأصفار بتاعته، تمام، حسب عدد الأرقام اللي قدامه، حسب الخانات اللي قدامه. تمام، قلنا الصفر، تعال نركز مع بعض تاني، الصفر في أي خانة ينزل بصفر، الصفر في خانة الأحاد، في الملايين، في المليارات، قيمته بإيه؟ بصفر. اكتب بالأرقام،
7,524,051,036. ده وانا بقرأ يا مس لقيت عائلة الملايين كاملة، عائلة الألوف ناقصها مئات الألوف، هحط الصفر في خانة مئات الألوف، وعائلة الأساسات اللي هي 11 مئات لسه ناقصني صفر في خانة المئات، تمام؟ يبقى لازم احط صفر علشان احفظ الخانة بتاعتي عشان يبقى الرقم اللي انا كونته صح، تمام، واخد الدرجة النهائية بتاعتي، تمام. السؤال التاني بيقول لي 3 مليارات، كتب 3 في خانة المليارات، تمام، وقال لي 28,000، يعني نط من عائلة المليارات لعائلة الألوف. طب عائلة الملايين فين؟ عائلة الملايين فين؟ مش موجودة. يبقى أنا هحط 3 أصفار تحفظ عائلة الملايين بتاع أحد المليون، عشرات المليون، مئات المليون، تمام. قال لي 28,000، يبقى أنا هحط صفر مكان مئات الألوف، واتنين هحط صفرين مكان خانة العشرات والمئات، تمام. طيب السؤال التالت، 8 مليارات، حط 8 في أحد المليار، و6 ملايين، حط 6 في أحد المليون، لسه ناقصني عشرات المليون ومئات المليون، أحط مكانهم صفرين، شاطرين. و9,000، حط 9 مكان أحد الألوف، لسه ناقصني عشرات الألوف ومئات الألوف، أحط مكانهم صفرين. قال لي و10، يبقى ناقصني صفر في خانة المئات. ممتازين يا ولاد ما شاء الله عليكم. طيب بيقول لي سؤال رقم 7، ضع علامة أكبر أصغر يساوي، قبل ما أقارن، قبل ما أرتب هعد الخانات بتاعتي، هعد الأعداد بتاعتي مكونة من كم رقم، لو لقيتهم متساوية هبدأ أقارن من جهة اليسار. نوقف الفيديو يا شطاري، نجيب كشكول خارجي، نكتب الثلاث مسائل أو 4 مسائل اللي قدامي في الكشكول وأحلهم أنا، وبعدين أعمل استعادة لاستكمال الفيديو وأقارن الإجابات بتاعتي بالإجابات الموجودة، تمام. يبقى انا اول سؤال عديت لقيت دول 10 ارقام ودول 10 ارقام، هبدا اقارن من جهه اليسار، المليارات متساويه، الملايين متساويه، تمام، الالوف متساويه. طب عائله الوحدات دي 508، انما دي 518، هنا في العشرات صفر، هنا في العشرات واحد، يبقى مين الكبير؟ الواحد. يبقى انا احط علامه اصغر من، يبقى العدد الاولاني اصغر من العدد الثاني. السؤال التاني، 1 مليار هكتبه فوقيه، يعني 1 وقدامه 9 أصفار، وده 999 مليونا، يعني لسه ما وصلش للمليار، يبقى المليار أكبر، تمام. يبقى 1 مليار أكبر من أكبر عدد مكون من إيه؟ 9 أرقام، عشان المليار هو أصغر عدد مكون من 10 أرقام. 98 مليونا، كتب 98، ما ذكرليش عائلة الألوف، هحط مكانها هحفظ العائلة دي ب3 أصفار، و305، تمام. وهنا 98 مليونا و503، إنما دي 305، يبقى مين الكبير؟ 503، تمام. 5,000 مليون اللي هي 5 مليارات، يعني 5,000 وحط أصفار المليون اللي هما 6، هتطلع لي 5 وقدامها 9 أصفار زي ما احنا كاتبين بالأحمر فوقيها، تمام. والخمسة مليار أنا عارفة إن المليار ليه كام صفر؟ 9 أصفار. يبقى حط علامة يساوي ونتنقل لشريحة جديدة مع السؤال الثامن، أكمل ما يأتي، 0.5 مليار، 0.25 مليار، 0.75 مليار. مين ممتاز؟ اللي احنا اخدنا في الفيديو اللي فات، اللي احنا اخدنا 0.5 مليون، 0.25 مليون، 0.75 مليون، والمس قالت له اكتبهم في كشكول وبروزهم ببرواز واكتب عليهم حفظ، مين حفظهم؟ مين عارف 0.5 مليون كان بكام؟ مين شاطر؟ مين شاطر رفع ايده؟ مين شاطر رفع ايده؟ تمام. يبقى 0.5 مليون ممتاز، سمعاكم كلكم، 0.5 مليون 500,000. طب 0.25 مليون كان 250,000. طب 0.75 مليون 750,000. طب احنا بقى في الوقت في المليار، 0.5 مليار هيبقى 500 مليار، هيبقى 500 الوحدة العيلة اللي قبله ايه؟ ملايين، يبقى 500 مليون، 500، يبقى 0.5 مليار 500 مليون. طب 0.25 مليار، ها نفكر، ربع 250 مليون، شاطر، 250 مليون. طب 3/4 مليار، ربع وربع وربع، 750 مليونا، ممتازة. طيب 2.5 مليار، هكتب الاتنين في خانة احد المليار عادي. طب 0.5 مليار لسه اخدها فوق بكام؟ ب500 مليون، يبقى 2 مليار و500 مليونا.
السؤال الخامس بيقول لي الرقم الذي يمثل المليار في العدد اللي قدامي ده، العدد ده اسمه ايه؟ 9 مليار و258 مليونا و123 الفا و258. فين العدد اللي في خانة احد المليار؟ هو مين؟ ها نفكر مع بعض، هو مين؟ ممتازين، التسعة. تمام، نراجع الاجابات بتاعتي مع الاجابات الموجودة، نحفظ النص والربع والتلات اربع مليار. تمام يا ولاد. طيب بيقول لي اكمل بكتابة الصورة الممتدة، عطيلي اربع نقط، يعني هو عاوزني اكتب اربع عائلات، عائلة الوحدات، عائلة الالوف، عائلة الملايين، عائلة المليارات. طب النقط اللي تحتها يا مس؟ لا ده دي الافراد، احاد تنزل لواحدة، عشرات، مئات، وهكذا. تمام، الاحاد تنزل زي ما هي، طب العشرات ينزل معاه صفر، المئات ينزل معاه صفرين، وهكذا يا ولاد. اكمل ما ياتي، اعطيلي الرقم قدامي، بيقول لي قسمهولي بدون اصفار بقى، قسمهولي عائلات، بس ما تحطش الاصفار عشان انا كاتب لك مليارات ومليونا والفا، دي تغني عن الاصفار. تمام، لو شلت المليار يبقى انا عاوز اعوض مكانه بايه؟ بتسع اصفار، ولو شلت المليون لازم اعوض مكانه بست اصفار، ولو شلت الالف اعوض مكانه بتلات اصفار. يبقى دي كام في المليار؟ 4، يبقى على اول نقط هكتب 4. وعيلة المليون فيها كام؟ 951. وعيلة الالوف تمام 357. وعيلة الوحدات 125. ممتازين. تمام، والسؤال الثاني والثالث نفس فكرة السؤال الاولاني. تمام يا اولاد.